فضيلة الشيخ، تكلم أحد الأخوة بالشرك الأكبر، قال يعني أن يدعو غير الله وهو في أرض الإسلام، هذا بالنسبة أول يطوف أو يستغيث أو غير ذلك، هل يطلق عليه أنه مشرك بعينه أو هناك فرق بين المسائل الجلية والخفية؟ يقال من فعل هذا فهو مشرك، من فعل هذا فهو مشرك، من ترك الصلاة فهو كافر، لكن لا يحكم بهذا الحكم على شخص معين حتى تقوم عليه الحجة، إما بأن يكون عالما ولكنه متهاون أو مستكبر أو ما أشبه ذلك. شيخ، بالنسبة لقيام الحجة، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويعمل بعض شعائر الإسلام، لا، لكن لا إله إلا الله لها شروط ولها نواقض، والشرك يناقضها وترك الصلاة يناقضها. هنا هو نفس السؤال الشيخ، ذكر الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ في رسالة الفكاك في موالاة الإشراك، هنا يقول في تكفير المعين، يقول مثل هذا قام عليه القرآن حجة والرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه مسائل جلية، يعني إلا من نشأ بدار بعيدة عن ديار الإسلام كملك أبو بكر، كيف يعني ما نقول هذا مشرك يعني بعينه ما دام أنه يدعو؟ يفهم أن الشرك حرام، إيه، ويفهم أن الشرك موجب للخلود في النار، ويفهم أن من أشرك بالله حرم الله على الجنة، لكن لا يدري أن هذه المسألة بعينها شرك، وهذا وارد. نعم، بارك الله.